مجموعة من الأحلام، إذا رأيتها لا يختلف اثنان في تأويلها، فإن الفرج والرزق بإذن الله تعالى آتيان لا محالة. إذا كان لديك هموم راح تزال بإذن الله تعالى. إذا رأيت هذه الأحلام أعرف مباشرة أن إذا كانت لك حاجة مستمر عليها أنت في الدعاء أو تتمنى شيء من فترة طويلة جدا راح يحدث بإذن الله تعالى، سواء كان رزق، إذا كنت طبعا تعاني من مرض معين، عقم، أيا كان، بتكون هذه معروفة من الرؤى المبشرة والمبشرة للغاية لقضاء ولكي تنال جميع اللي هي الحاجات على بركة الله. الرؤية الأولى اللي هي رؤية الفرس، إذا رأيت أنت فرس سواء كان في المنزل أو اشتريت فرس أو يعني دخلت وجدت فرس، فالفرس معروفة أن هي معقود الخير في ناصيتها إلى يوم الدين. هذه الرؤية رقم واحد. الرؤية رقم اثنين اللي هي إذا رأيت نفسك تبكي. كثير جدا من الناس اللي هي لما بتشوف نفسها تبكي تظن أن هذه رؤية منفرة، هي لا، رؤية الشخص لما يشوف نفسه يبكي أو يشوف اللي هو لديهم لا قدر الله مأتم في المنزل أو شيء، فالكثير بيرتعب من هذه الرؤية، هي لا، هذه الرؤية من أكثر الرؤى المبشرة على الإطلاق. الرقم الثالث أو الرؤية الثالثة الموجودة لدينا اللي هي رؤية مثلا رئيس الدولة، اللي هو مثلا الملك أو الأمير أو السلطان أو يعني رئيس الدولة، رئيس هو صح، معروف أن الملوك إذا دخلوا اللي هو قرية أفسدوها، فالكثير جدا لما بيشوف الملك هذا يظن أن الرؤية هذه طبعا بتسبب مشكلة لأنهم بيعتبروا نذير شؤم، ولكن في الرؤى بالتحديد رؤية اللي هو رئيس الدولة أو رئيس المنطقة العسكرية أو اللي هو شخص رفيع المستوى في الدولة آتي لديك أو أنت جالس معه، فهذه من الرؤية المبشرة أن الله سوف يرزقك رزقا كبير وسوف يزيد اللي هو من العز والسلطان اللي بيكون موجود لديك. رؤية الغنم أو رؤية اللي هو الماعز بشكل خاص، سواء كان اللي هو الحليب الخاص بها أو اللي هو أنت مثلا أتيت بماعز أو أتيت بماشية للمنزل الخاص بك، فهذه أيضا من الرؤى أو أكثر الرؤى المبشرة اللي بتأتي لك برزق وافر للغاية، ولكن هنا أتكلم عن الماعز بهذه الطريقة أو الماشية بهذه الطريقة. أما إذا كنت أنت ترى أن أنت تقوم بالتضحية أو إعطاء أضحية في ليست وقتها، إذا كانت في وقتها بتكون رؤية مبشرة، إذا كانت خارج وقت الأضحية أنت بتذبح أضحية معينة فبتكون من الرؤى اللي هي غير محبدة. أيضا اللي هي الإبل، إذا كنت شفت إبل أو شفت ناقة، أيضا الحليب أو أكل لحمها أو أتيت بها، فأيضا بتكون هذه من الرؤى المبشرة والمبشرة للغاية. أيضا اللي هي رؤية المطر، رؤية المطر، المطر طبعا هنا نتكلم عن المطر العادي، ما نتكلموش، هذه أيضا من الرؤى المبشرة ومبشرة، لأن إذا كان لديك فرج كرب سوف يفرجه الله عنك، إذا كنت مسجون سوف يفك الله سجنك، لكن هنا نتكلم عن المطر حتى المطر الشديد ولكن بالحد العادي، ما نتكلموش على مسألة اللي هي السيول أو الفيضانات أو العواصف والهذيك، يعني النوع هذيك بتكون من الرؤى اللي هي غير محببة، ولكن المطر في حد ذاته بيكون من أكثر الرؤى المحببة للإنسان. أيضا اللي هي قص الشعر أو العناية بالشعر، هناك كثير جدا من الناس بتشوف مثلا نفسها بتحلم اللي هي أن تقص الشعر سواء كان رجل أو امرأة، أو رؤية اللي هي الرجل أو الإمرأة بتشوف نفسها صلعاء بالكامل، يعني الشعر بالكامل غير موجود، هذه أيضا بتكون من الرؤى المحمودة والرؤى المبشرة للغاية. لكن هنا يجب الانتباه أن رؤية اللي هو قص الشعر أو اللي هو تساقط الشعر هذا والصلع بيختلف عن تساقط الشعر، تساقط الشعر بيكون من الرؤى اللي هي غير محمودة، يرجى الانتباه. رؤية نفسك أنك أنت تمتلك حرفة ما، مثلا نجار، حداد، بنا اللي هو بيبني، مزارع، أيضا من الرؤية المحمودة والمبشرة بشكل كبير للغاية اللي هو في تغير أحوالك إلى الأفضل، اللي هو أنك أنت ترى نفسك أنك أنت تستطيع أنك أنت تقوم بحرفة معينة، مثلا أنت تصنع في شيء أو تقوم بعمل شيء، لان معروف ان اغلب اللي هو يعني الرسل اللي هي كانوا يعني بيملكوا حرفه معينه، فالحرفه هذه من الرؤيه اللي هي المبشره واللي هي تبشر بتبدل الحال. من الاشياء الثانيه اللي هي الطعام، الطعام هذا ايا كان،
إذا كان مثلا، خاصة إذا كنت ترى نفسك إنك تأخذ اللي هو لحم الطير. لحم الطير هذا معروف إنه هو من الأكل المعروف لأهل الجنة. فإذا رأيت نفسك إنك أنت تقوم بأكل اللحم، خاصة اللحم الطير، فهذا أيضا من الرؤية المبشرة اللي هي بصلاح الدنيا والآخرة. الطعام أيا كان نوع، نعرف في قصة اللي هو زكريا، سيدنا زكريا ومريم، إن كل ما بيدخل لديها بيجد عندها طعام واللي هو رزق. فأنت كل ما رأيت عندك طعام، سواء كان فاكهة أيا كان نوع هذا الطعام، فهي من الرؤية أيضا المبشرة، خاصة في الأمور المادية. تمام. أيضا اللي هي الرعاية، إذا كنت ترى نفسك ترعى الأغنام، إذا كنت ترى نفسك ترعى الإبل، إذا كنت ترى نفسك ترعى اللي هي ترعى أيا كان الأشياء هذه اللي هي امتلاك، يعني مجموعة أو قطيع أو شيء معين بترعاه. فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو ذكر أن لا يوجد نبي إلا ورعى الغنم. فمسألة اللي هي رعاية الغنم أيضا من الرؤيا أو من الرؤى المبشرة، واللي بتعطيك يعني تنبيه أن بإذن الله تعالى سوف الله يرفع من قدرك في الدنيا والآخرة. أيضا اللي هي رؤية المرأة، المرأة على حسب، شوف، على حسب شكلها، جمالها، على حسب هيئتها كما تبدو، أيضا من الرؤية المبشرة، وتعبر على قدوم الدنيا. مثلا إذا وجدت أنت امرأة ما بتعرفهاش أتت إلى المنزل الخاص بك، مثلا أنك أنت صارت لديك قصة أو شيء مع امرأة معينة، فعلى حسب شكلها وعلى حسب هيئتها بتكون الدنيا قادمة إليك، اللي هي يعني مثل المرأة، بتكون الدنيا قادمة إليك بنفس اللي هي الطريقة. تمام. الطفل أيضا، أو الطفلة، الطفلة الصغيرة اللي هي يعني البنت الصغيرة، أيضا من الرؤية المبشرة للغاية، عكس اللي هو الطفل. الطفل اللي هو يعني الولد ذكر، فالبنت بتكون رؤيتها مبشرة أكثر، بينما رؤية اللي هي الولد بتكون من الرؤية يعني الغير محمودة. ايضا اللي هي رؤية، مش عارف اذا بتعرفوها، هذه معروفة عندنا في شمال افريقيا بس ما نعرفش باقي الدول، اللي هي الخرزة، اللي هي غالبا بتكون لونها ازرق. الخرز اللي هو الخرز، الخرزة يعني بتجدها هكذا مثل الحجرة صغيرة، احيانا بتكون مجوف بيضعوها مثل هنا هكذا يعني، او احيانا بتجدها هكذا يعني مثل الحجر الصغير جدا، ممكن تكتبها في جوجل الان بتشوفها، اللي هي الخرزه. ايضا من الرؤيه المبشره ومبشره للغايه اللي هي رؤيه الخرز اللي بيكون من هذا النوع. كانت هذه اغلبها جل الاحلام المبشره اللي اذا رايتها باذن الله تعالى، لان الاحلام جميعا بنعرف ان هي اشارات كما ذكر في القران الكريم، اشارات لما سيحدث اليك. وغالبنا جربنا هذه الاحلام يعني في انها بالفعل الاحلام هذه اذا فسرتها بالشكل السليم فبتحدث. وانصح اللي هو لا تحكي الحلم الخاص بك الا اذا كان لشخص يكون يعني يملك اللي هي اصول تاويل خاصه بالاحلام. المهم، كان هذا هو الموضوع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.